صباح الخير. أهلين أهلين أهلا وسهلا. أهلين صباح الخيرات والنيرات. أهلا وسهلا. حضرتك جارنا الجديد ساكن بالبناية ولا أنا غلطان؟ لا 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 لا، ما أنا غلطان منو، أنا أبو حمزة جاركم الجديد ساكن بالبناية صار لي 10 أيام. يا ميت أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا مرحبا. إن شاء الله عجبتك الشقة. إيه عجبتني كثير. ليش لحتى ما تعجبني؟ جيرة مثل حكاية تسلم لي. على كل حال هذه اللي طلع لنا من وردة الوالد الله يرحمه ويحسن إليه. يا سيدي رحمة الله رحمة الله عليه. والله فرصة سعيدة يا جار، ما شرفنا. ولو الله يزيدك شرف، نحن اللي بنتشرف. هو الحقيقة كنت قلت لك تفضل بارك لنا بالشقة، بس لساتنا عم نضبضب، ما تركنا، الله وكيلك، راسنا لفوق ورجلينا لتحت. بعين الله أبو حمزة، بعين الله، يلا السلام عليكم. الله معك يا سيدي، مع السلامة، الله معك جار. لوين طريقك جار؟ على المزة. على المزة؟ عظيم كتير، شوف الصدفة ما أحلاها. شوف أني صدفة؟ يعني يا ريتني متمني من ربي شي محرز. أصبح هلأ بتاخدني معك وبتنزلني بالشارع على طريقك، يعني إذا ما فيها سئلة. لا ولو يا جار، تكرم عينك على عيني ورأسي. لا ولو يا جار، تكرم عينك على عيني ورأسي. تقبرني تقبرني أنت وألفاظك ما أحلاها. يلا حبيبي يلا. يا سلام. تفضل جار. ايه والله العمر. شو يا اخي؟ سكرة بضطر الحلق. ها ها، معناها شغلك بالسكاكر انت اذا ما خاب ظني. لا والله انا متخرج من الجامعة جديد وهلا فاتح سوبر ماركت صغير. سيدي الله يرزقك ويرزقنا. انا موظف بشركة مقاولات، شركة كبيرة كتير. والسبعة انعام. الله يوفقك يا جار. الله يوفقنا جميع. نزلني هون 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 لو سمحت هون. تكرم عينك. شكرا كثير حبيب قلبي، تأمر عظامي يا حق. الله معك يا روحي. ليش تأخرت يا ابو حمزه؟ المدير اجى بكير اليوم. شو تسوي لك الجرح؟ شو الحكي؟ سأل عني؟ لا لسه ما سأل عنك، بس اليوم خلقه ضيق كثير. ها شو الحكي؟ الله يستر. يلا. ايه سنوقة، بدك شيء؟ لا يا عمري سلامتك. بدك تضل المساء ولا جاي على الغداء؟ لا جاي اتغدى بالبيت. جيب لك شيء بطريقي؟ لا يسلموا ايديك. بالمناسبة الشقة الفاضية اللي بنايتنا سكنت امبارح، تعرفت على جارنا ووصلته بطريقي بالسيارة. بالله؟ ايه. وكيف شفته؟ شفت لك يا آدمي وابن حلال. سيدي كل العالم خير وبركة. قلتك. يلا خاطري. مع السلامة. صباح الخير جار. صباح النور يا جاري، طمني عنك. شلونك؟ يخلي رياك يخلي رياك إلهي. الله يطول عمرك. الحمد لله الحمد لله، دائما بقول الحمد لله. بس شو خطر على بالي اليوم؟ قلت لحالي يا ولد ليش ما بتنزل وبتنطره احسن ما تروح عليه تفصيله. على طريقك يعني. يا ميت اهلا وسهلا. تكرم عينك. تسلم لي قلبي. لا يخلي رياك. تكرم عينك تكرم عينك. لك تقبرني تقبرني انت وملافظك ما احلاها. معك شريط مريم فارس انا والشو موجود موجود الحمد لله يا ربي. ايه سيدي من اولها، وين هاي السكره اللي بتطري الحلقه؟ عندك بالتابلو. يا سلام، شو هالشوفه الحلوه جار؟ شايف عندك مسكوت وشوكليته وبزر، تسمح لي ذوق البزرات؟ ولو على حسابك ابو حمزه. على حسابك ابو حمزه، على حسابك ابو حمزه. لك يسلم لي حكيك، شو ناعم يسلم. ليش وقفت هون؟ لقدام لقدام شوي. امشي امشي كمان 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 كمان. واقف هون عندك عندك عندك. يسلم هودي يا جار. شكرا حبيبي. الله معك يا روحي.
عم على هالقصة هي شو هاد؟ خمس امتار ما عاد يقدر يمشي؟ خير أيمن، شايفتك كانت حبيبي، في شيء؟ لا سلامتك حبيبتي ما في شيء، بس أنا بصراحة كل يوم الصبح عم بتضايق من جارنا أبو حمزة، ما بعرف شو بدي أقول لك، صار له جمعتين دبقاني. كيف دبقانك يعني؟ يعني كل يوم الصبح عم بتصبح بخلقته، ومو بس هيك، أخذ وش زيادة وفرض حاله علي فرض، وكل يوم الصبح بتأنزع جنبي بالسيارة مشان أوصله بطريقي، بصراحة أنا صاير عم بتكهرب منه. طيب أنت ليش لحتى تعزمه وتطالعه معك؟ اتركه شو بدك فيه؟ ومين قال لك اني عم بعزمه؟ الله وكيلك كل ما بنزل لتحت الصبح بلاقيه جنب السيارة، كأنه نايم جنبها. طالما هيك، أنا من رأيي تتأخر لك شوي اليوم، بركي بيزق على دمه وبيروح. هيك قلتك؟ إيه طبعًا، لأنه مو معقول يضل ناطرك، بخاف يتأخر على شغله، ولهالسبب بيروح. على كل أنا متأخر نص ساعة، ماشي. بدك شي حبيبتي؟ سلامتك. خاطرك. الله معك. لا لا يا جار، هيك ما بصير منوم. ليش يا سيد ايمن؟ ليش همستك عالية اليوم؟ بصير هيك؟ تأخرت علي كتير. ليش هيك يا منظوم؟ هي سجلناك مخالفة ها؟ صباح الخير يا امان. شو بنا؟ افرد لي هالوش بقى. شو بقى؟ اذا ما خاب ظني متخاني انت والمدام بالظاهر، مو هيك؟ خدعتك والله تقول ابو حمزه جارك وحبيبك وما في شيء عليه بيتخبى. تناقرتوا؟ اه تناتفتوا؟ شو؟ لا لا ما في شيء من هذا. الحمد لله وميت الحمد لله. ليش نحن بنتمنى غير هيك جار؟ على كل حال شو كنت عم اقول لحالي قبل ما تجي؟ كنت عم حاكي حالي وقول يا اخي ايمن حر بنفسه، ايمتى ما بده بيروح على شغله، ايمتى ما بده بيرجع من شغله. بس الحسره علينا نحن الموظفين، الله وكيلك بيحاسبونا على الدقيقه. صحيح صحيح، معك حق. صحيح، معك حق، لك يسلم لي حقك. شو لذيذ، منين بتجيب هالكلام انت منين؟ بتحبك وحبك. ولا يهمك حبيبي، وهي زتيناها من الشباك. قال اعمل خير وزت بالبحر، المنيحة مع الله. شو القصة جار؟ إذا ما خاب ظني بنشرنا. Thank you.
سيد أيمن كنت ساعدتك أنا، ها لا تقول أبو حمزة ما خطر على باله يساعدني، بس مو حلو يروح على شغلي وإيدي وسخة، يعني أنت ما بتريده. وقف 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 لحظة، خير شو في؟ الله يرضى عليك، نسيت الشريط بالمسجلة، هذا شريط لمريم فارس، أنا وشو كتير بحبه، إيه هذا هو. وينك؟ الله يرضى عليك، بكرة لا تتأخر، لا تعمل مثل اليوم، اليوم سماحة، بس بكرة ترى حسابك عسير. الله معك حبيبي، مع السلامة، مهوني روحي. صباح الخير جار. خير ابو حمزه، شو في؟ لا تفكر اني عم دق على بابك مشاني، بس قلت ليكون اخذك انه مو تتاخر على شغلك، لانه اذا نحن ما فكرنا ببعضنا جار، مين بده يفكر فينا؟ الله ما حدا سائل، بقى قلت لحالي لازم فياك، لازم، لانه اول امبارح تاخرت 7 دقائق، ومبارح 11 دقيقة، بس اليوم بصراحة اتخنت كثير. لا تاخذنا دخيلك، يلا جاي. لا تاخذنا دخيلك، جاي. تسلم لي هالملافز ما احلاها. العمى على هالغلاظة، شو هاللزقة هي؟ طول بالك حبيبي، طول بالك. يلا بخاطرك، بدك شي؟ سلامتك، مع السلامة. وقف لحظه ايمن، وقف ابو سعيد، يا ابو سعيد اهلا وسهلا. اهلا يا ابو حمزه، اهلا وسهلا. تحيه عيلتك يا عمله، تسلم لقلبي. وين ما عم نشوفك يا حبيبي، بدنا يادي يا فوت فوت، طلع اهلا وسهلا. ايمن محا ايمن محارم، ايمن شناتي، مستودع عامل انت سيارتك كمان. يلا حبيبي، امشي لقلك، امشي روح. شو ابو حمزه، مبروك، شايف صار عندك سياره، لا وشوفير كمان يا درسان، والله تستاهل يا عمي. شو يا شايف سواته، هات ايدك والحقني. شايف الله يصلحه. سناء، يمكن هذا ابو حمزه، تصرفي انت. خلص ولا يهمك، انا بتصرف. نعم، شو بتريد؟ وينه هالمنظوم؟ أنا منظوم يعني جوزك؟ إيه هلا راح، طلع يعني. لك شو راح ما راح؟ إيه شو شايفتيني ولد صغير قدامك؟ ليك سيارته واقفة تحت. مزبوط، بس السيارة إلي يومين معطلة، وأيمن عم ياخد تاكسي ويروح على شغله، بأخذ تاكسي مثله وروح أنت التاني. ليكوا على الحكي اللي ما بينسمع، إيه شو الله جبرني أنا آخذ تاكسي؟ يعني لو كان قايل لي قبل بسلف كنت تصرفت، كنت ركبت ميكرو، كنت تكيتها مشي، يعني كان المفروض يخبرني انه سياره معطله لاعمل حسابي، مو هيك بيقول الذوق يا اكابر يا اصحابين السيارات؟ عشنا وشفنا والله. شو بقول افندي عمي بابيع؟
ايش بعرفني، طلع خلق لانك ما وصلته. خلص حبيبي، انت كمل فطورك ولا تهز بدنك، ما في شيء بيستاهل. هي صار ماضي نص ساعة، قلتك بيكون راح ولساته عم يستنى تحت. لا شو عم يستنى؟ أكيد زق على دمه وانقلع. طيب، معناتها خليني أتيسر أنا التاني كمان. شو راح تطبخي لنا اليوم؟ راح أطبخ لك إنجنار ورز، شو رأيك؟ يا عيني، أطيب أكلة بالعالم. يلا بدك شي؟ سلامتك. بخاطرك. باي باي. شو يا؟ بلاقيها اشتغلت. خير؟ أمر؟ في شي؟ طبعاً في كل شي، ولا تفكر إني واقف لك هون مشان أركب معك. الله لا يعيز عبد لعبد بجاه، كل مين إله جاه عند الرسول الأمين. بس أنا واقف هون حتى أقول لك إنه الحمد لله، نحن كرامتنا غالي علينا كتير حبيبي، وما منفرط بكرامتنا بسهولة مهما كانت الأسباب والدواعي. ولك حبيبي هاي السيارة إلك، ملكك، مطوبة باسمك، وهبني إياها عميل معروف بقى. ولك شو ملكي وما ملكي؟ لك شو عم تخبص أنت؟ فتح عينك عد قرص العجوة. نحن يا روحي لا بعيننا سيارات ولا ميارات، سيارات الدنيا كلها ما بتغبر على صرمايتنا، فهمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم جيبك يا طولة البال. لك واقف عندك، واقف! شبك العمى ضربك، لسه ما خلصت كلامي. العمى؟ العمى شو قليل ادب. لك كبوس ايدك يا اخي، مشان الله شو عملت لك انا؟ مشان الله اعطيني بقى. يا حرام يا حرام، ما ساوى شي الزلمه يا خطي، القطب ياكل له عشاء وما بيقول له بزت. اسمع لك ابو حمزه، انا متاخر على شغلي ومالي فاضي لهز البدن، بقى بعد من طريقي خليني اتيسر. ولك انا بس بدي افهم شغله واحده بس، انت شو مفكر حالك يعني؟ يعني ما في غيرك بالبلد عنده سيارة؟ ها، ولك الزبال صار عنده سيارة، بقى ليش رافع منخيرك كل الأد؟ أصلاً أنا لما بركب معك بالسيارة بغط على قلبي من الروايح يلي بتزلع المصارين. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالريحة تبع سيارتك، كلها بسكوت ومسكوت وشوكولاتة ومكلاطة وصنة وفنة. لك يا أبو حمزة أنا بشو؟ لك ليكون مفكر حالك راكب مرسيدس ولا روز رايز؟ فعلا يا عمي سيارات بتلبق لناس وناس. رحمة الله عليك يا أبي لما كنت تقول حكمتك المشهورة الناس معادن. الله يتغمدك برحمته، منين كنت تنكش هالحكم؟ فعلا الناس معادن، وانت يا بخش القلب هلأ بينت على حقيقتك، هلأ انكشف معدنك، تاري معدنك فالصو مصدي تنك خردة المامي. حسبي الله ونعم الوكيل على هالقصة. ولك يا عمي انت مين مسلطك علي؟ وينك؟ قسما بالله انا لما كنت اطلع معك كنت اطلع جبران خاطر وبس، هيك قلك؟ الله وكيلك ووكيل السماء والارض، كان قلبي يلتعي وانا عم سليك وعم جيب لك شرايط وعم سمعك اغاني ومريم فارس وانا والشوق وضيفك مسكي وبزر ودخان وركبك على كتافي وانت عم ترفس مثل الحمير الطرادي، وعلى طول قالب خلقتك وما عم تتحاكى دستور من خاطرك. لا ومو بس هيك، مدري كم مره خليتني استناك واتاخر على شغلي، وانا شو عم اقول لحالي؟ معلش ابو حمزه، معلش خطي، مو بقصده، اكيد مو بقصده. لا تخانقوا، يخرب بيتك وبيت بيتك، لك واخرتها معك. لك شو الوقت عندك انت؟ ما له قيمه؟ ولك الاجانب بيحسبوا الوقت بالدقيقه بالثانيه. ولك بس بدي افهم شلون نجحوك بالجامعه انت؟ شلون؟ على كل حال ما بدي طول بالحكي وقلعي قلبي معك، بس تأكد يا ايمن الزفت انك مو بس خسرت جار، بالعكس انت خسرت صديق كان ممكن يعينك، خسرت انسان كان ممكن يوقف جنبك. ولك يخرب بيتك، انت خسرت عمرك، خسرت حياتك. ولك تفه عليك يا قليل الاصل والادب. شو هالانسان هاد؟ معقول يشاركني بسيارتي بالزور؟ لا ويا ريت دافع لي شي من جيبته. لك سم الموت، العمى العمى، منين متعلم هالعادة هاد؟
يعطيك العافيه بابا. الله يعافيك يا اهلين بابا. تفضل. يسلم وديات. شو بابا، خلصت الكتاب اللي بين ايديك؟ اي والله خلصته. كيف لقيته؟ حلو؟ لا حلو لا شيء، صفحك يا الفاضي. شو عنوانه ليه؟ روايه عنوانها فئران الانابيب لميشيل كليرك. بقى تصوري روايه عن النفط وما فيها نفط ولا تشويق ولا إثارة ولا أي رأي مهم ولا انسياب بالأحداث ولا ترتيب ولا بطيخ بسمير، كلها عبارة عن هلوسات مسمومة. الله يصلحه عمك نور يلي نصحني بقرايتها. أنت رأيك صعب؟ يعني ما حلي أعرفك؟ لك إذا رواية عن حضارة روما مؤسسة وما عجبتك، مع أنه الناس بيعتبروه قمة من قمم الأدب، فما عتب عليك إذا ما حبيت فئران الأنابيب. بابا أنا كل حضارة الحجارة والآثار أنا شخصياً ما بحبها وما بعتبرها حضارة. لا ونحن منعتز فيها كأنه نحن اللي مساوينا ومعمرينا. وشو منقول للسواح؟ تعوا تفرجوا، تعوا تفرجوا، تعوا شوفوا بصرة، تعوا شوفوا ما مو شغلنا هاي. أنا بدي نفتخر بشغلات من صنعنا، من ابتكارنا، من اكتشافنا، من تاريخنا، من حاضرنا، من تفكيرنا، من بيئتنا. مو حجارة موجودة بمحض الصدفة عنا تضرب حضارة الحجارة ما بشعة تضرب. لا وشو؟ نحن منخاف عليها تهر أو توقع ومنعمل لها ميزانية، منعمل لها صيانة ومنعمل يروحوا يروحوا يصونوا الشوارع والطرقات بالأول. بس بابا هذا تراث إنساني. تراث إنساني؟ ولك الحضارة تقاس بسلوك الإنسان، بمثله، بأخلاقه، بمعاملته لبني جنسه، سواء كان حاكم أو محكوم، مو بآثاره الحجرية. يعني هالطغاة وهالمجانين وهالقياصرة الرومان يلي تركوا لنا هالحجار وهالعواميد وهالخوازيق تبعهم، كانوا لما بدي اخلاقهم وبدهم يتسلوا شوي ويهيصوا كانوا يفلتوا النمور والاسود والفهود حتى تاكل البشر المعترين يا حرام. وكل شيء كان يتم بحفلات منظمه مرتبه بحلبات واسعه للفرجه، ويمكن كانوا يبيعوا تذاكر كمان ويوسعوا بطاقات دعوه. بقى لسه بتعدي لي حضاره حضاره. بس بابا روما القديمة كانت عظيمة كتير وكان فيها قوانين لحد هلأ عم تتنفذ. ولك يا بنتي يا هبة، انت عم تدرسي تاريخ ولازم يكون عقلك كبير شوي، ومو كل شي نحط بالتاريخ بيتصدق. شلون يعني؟ يعني انت لما بدك تشوفي صورة معلقة على الحيط لا تقربي عليها كتير وتدحشي عيونك فيها، لحتى تشوفيها مزبوط وبجلاء ووضوح لازم تبعدي عنها. يعني يلي بقصده، الرومان القدماء كانوا يعمروا ويبنوا ويأسسوا بدافع المجد الشخصي، ليس إلا individual glory، وحتى يلهوا الناس عن الإحساس بظلمهم وديكتاتوريتهم. وبالمقابل كانوا يعتبروا أنفسهم آلهة وأنصاف آلهة، والناس كانوا عبيد إلهم وما لهم رأي وضايعين بين الرجلين يا حسرة. بقى لسه بتقليلي حضارة ولازم نمجد تاريخهم؟ نصهم كانوا مجانين أو مهسترين أو مرضى مختلين. في واحد منهم حرق روما كلها مشان يتسلى بمنظره وهو عم يعزف على الهارب من فوق الجبل، وبتقلي لي حضاره؟ بابا انت دائما ارائك حاده ولهالسبب ما حدا بيقدر يخالفك. لا بابا لا، شو عم تحكي انت، بزعل منك. ها الراي دائما محترم سواء كان بيناسبني او بيخالفني، المهم هالراي يكون ضمن المنطق والمعقول. طيب بابا شو رايك ساوي لك عشاء؟ لا بابا لسه ما جعت، هلا بس اجي امك نتعشى سوا. طيب افتح لك التلفزيون. افتحي وان كنت مالي الملل القاتل من التلفزيون. ليش بابا؟ بعرف بتحب تتفرج على التلفزيون. صحيح بابا، بس على بين ما اصل للبرنامج اللي بدي اياه عم تطلع روحي وعم ينصرع راسي بالدعايات. معك حق، عم يطولوها كتير. فعلا يا هبه عم يطولوها كتير، يعني ليش هالمحطات لاحق القرش بهالشراسه ما كنت عارف. كل المحطات ها كلها بدون استثناء عربيه وعالميه. طيب شو رايك اعمل لك فنجان قهوه؟ تشرب قهوه ما؟ لك حبيبتي كل شيء من ايدك يا عيوني عليه. طيب تعلن شركة البحوث العلمية العربية الكبرى القابضة عن حاجتها لمهندسين أو مهندسات للعمل في النظائر المشعة والألياف المشبعة وتنضيب اليورانيوم والتخصيب الانشطاري وتسريع الإلكترونات النووية وعزل البروتونات الخاملة وصيانة المفاعلات النووية من أجل الأغراض السلمية. فعلى من يجد بنفسه الكفاءة أن يتقدم للشركة المذكورة. الخبرة غير مطلوبة. وتناثرت أشلاء الضحايا في كل مكان بعد تحطم الطائرة وشبت فيها النار،
وتعمل فرق الإنقاذ الآن على جمع الأشلاء الدامية في الأكياس حتى يتعرف عليهم زوهم فيما بعد. انفجرت عبوة ناسفة جنوب البلاد العربية وذهب ضحيتها 3 أطفال أبرياء وامرأتان، وتم جمع أطرافها من على سطوح المنازل القريبة ومن على فروع الأشجار. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه النشرة الإخبارية. طيب الله أوقاتكم. كانت هذه النشرة برعاية مزيل الشعر السحري أملس. أملس يزيل الأشعار غير المرغوب فيها ومن مختلف الأماكن الحساسة ودون ألم. أملس للرجال والنساء فقط. أيها الجمهور الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، على أكتافكم تقع مسؤوليات جسيمة وقرارات هامة. أنتم وحدكم يلي رح تصنعوا القرار. نعم، أنت أيها الجمهور الكريم رح تصنع القرار وحدك. يعني أنت لازم تتصل فينا، أنت ومرتك وأولادك وقرايبينك ومالم الفراش على الطالعة والنازلة ويومياً وعلى مدار الـ 24 ساعة. عزيزي المشاهد، عزيزي الجمهور الكريم، عبئك ثقيل الحقيقة، روح الله يعينك ويساعدك ويحمل معك. عزيزي المشاهد، أنت يلي بدك تختار المطربين والسوبر مطربين، أنت اللي بدك تختار المثقفين والسوبر مثقفين، أنت اللي بدك تختار هالأشياء هي كلها. محطتنا عم تمنحك ثقة غالية يا جمهور، لا تتهرب منها. في أي مكان كنت، في أي بقعة من بقاع الأرض حليت، نحن بأمرك، شو ما بتريد نحن بخدمتك. أنت اللي بدك تختار ملكة الجمال، أنت لا تتهرب. كان من زمان حفلات ملكات الجمال يعني كانت تقام بليلة واحدة، ليلة من هالعمر وصلى الله بارك. أما هلأ صارت مسلسل على 4 أشهر مشان تتصل فينا يوميا ونتونس بسماع صوتك الحلو الرخيم. أنت يلي بدك تختار المنتجات الغذائية، أنت يلي بدك تطمننا عن طعمة السمنة الجيدة، الزيت الناجح، الكازوز اللذيذ، الجبنة الممتازة، الزبدة الفاخرة بمعكرونة دانا. أنت الزائقة تبعنا، أنت الحكم، أنت الفيصل، ورغباتك أوامر يا جمهور، وتمنياتك علينا مستجابة فوراً. شايف مسؤوليتك شو كبيرة؟ مسؤوليتك كبيرة تماماً. بقى منتمنى وبالرجاء الشديد والتوسل العنيد إنك توقف بصفنا وتشجع قناتنا يلي هي بالنهاية قناتك جمهوري، جمهورنا العربي، جمهورنا العزيز. أعطينا رأيك أرجوك باستمرار، يعني بالمفروشات المريحة، بأدوات المطبخ يلي بتفضلها أنت، يلي بتحب تستعملها، الشامبو يلي بتفرك راسك فيه بالحمام. أنت بس كبس زر موبايلك، اتصل فينا وطمنا، سمعنا صوتك حبيبي، سمعنا صوتك الجهوري الحلو الرخيم، اتصل فينا كتير، نحن ما منمل منك، أنت الموجه تبعنا، أنت أملنا. وخلي جوالك يغني بقى سيدي موالك، يعني إذا في علكة مسكة طعمتها ما حبيتها اتصل فينا، اتصل يا أخي خبرنا، ولازم تتصل حصرة بالموبايل. بالموبايل أهول لك وأيسر لك وأفضل لك وأحسن لك وأقدر لك. وينك؟ اتصل فينا بالجوال من أي مكان في العالم، من أي مكان كنت فيه مهما كان بعيد، نحن بانتظارك حبيبي، ما منمل منك، اتصل دائما، اتصل، لا تنسى اتصل أرجوك، يعني لا تتركنا بخبر كان، اتصل أكثر من مرة، احملها شغلتك وعملتك تكبيس زرار الموبايل، لأنه اتصالك يا لطيف شو بريحنا، لا تقطعنا أرجوك حبيبي. أصلاً أنت ما يهون عليك تقطعنا، لأنه بصراحة مشاهدي الكرام، يعني اتصالكم بالخليوي تبعكم حصرياً بالخليوي هو يلي بمول برامجنا، هيك لكم يعني؟ نحن متفقين مع شركات الاتصالات وحصتنا بالأرباح بتزيد كل ما زاد اتصالكم فينا. جمهوري، أنت الوحيد المسؤول عن استمرار برامجنا، هيك لك يعني؟
برامجنا اللي بتحبها حضرتك يلي بتفتح عليها او الغاءها. اتصل فينا بالموبايل يستر عرضك. ايدي بزنارك. هو الله لا يحيج عبد لا عبد، بس بوس 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 ايدك. انا ومدير المحطه والموظفين والمذيعين والمذيعات من بوس اشرك كمان، لانه اذا ما اتصل والله والله على ما اقول شهيد رواتبنا بتوقف. اقول لك يعني الحقيقة يا جمهورنا العربي، نحن ما بنعرف ليش بعض المحطات العربية ما عادت دعمتنا وتبخلنت علينا بالمساعدات، وما بنعرف مين لعبان بعقل الجمعيات الخيرية وقايل لا تحولي لهم مصاري لهالمحطات، مع انه والله العظيم والله وهي بكسر الهاء انه نحن عم نبذل اقصى ما نستطيع لارضائها ببرامجنا بافلامنا بمسلسلاتنا، بس والله ما بعرف مين لعبان بعقل هالمحسنين وقايل لهم انه نحن عم نقدم قال شو برامج فلتاني وعم ننقل ما يدور في الكباريهات للبيوت. اسمعوا على هالحكي اللي ما بينسمع، معقول؟ جمهورنا العربي الكريم في اي بقعه من بقاع العالم، بترجاك لا تستخف بحالتنا وبحاله واقع البلد، لانه تسكير المعامل وفتحها مسؤوليتك، تنشيط السياحه ودعم الصناعه مسؤوليتك، تفعيل التجاره والترويج للاثار مسؤوليتك، اصلاح مناهج التعليم والطب والعلوم مسؤوليتك. شايف هالجهاز الموبايل يلي بايدك شو له تاثير على النهضه والتطور؟ لك حبيبي انت، لك روحي انت، بس كبيس زرار الموبايل وقول الو بدي المطرب الفلاني، مرنا معليش، قول بدي ملكة الجمال العلتانية المسكة الفليتانية، واعتبر هالموبايل يا أخي شلون فانوس علاء الدين ونحن المارد المطيع تبعك، وكون على يقين تام إنه نحن والله ما منتلاعب بنتيجة الأصوات. هو صحيح ما منورجيك طريقة فرز الأصوات، بس كون على ثقة، كون على يقين إنه نحن شرفاء، وعطينا موافقتك على بياض وانت مغمض عيونك مشان الله جمهوري العزيز يخلي لك يخلي لك ولادك. اتصل من الموبايل واعتبر اتصالك زكاة عن روح امواتك والحسنة بعشر امثالها يوم الدين. لا تأسى علينا حبيبي، يحن عليك لا تأسى علينا، بنوبك ثوابنا وثواب موظفين المحطة، وما رح ننسالك هالمعروف طول العمر، وراح يكون لموبايلك فضل على شواربنا طيلة الحياة. وخلي جوالك يغني موالك. طيب إذا بدنا ننتخب مثلا أو نعطي رأينا بشي رئيس أو أمير أو وزير أو بص واقف عندك ولا حرف. شو هاد؟ هاي مو شغلتك ولا شغلتنا حبيبي، لأنه سواء عطيت رأيك ولا ما عطيته طز مثل بعضها منيتك على حالك. ما يريده الأغوات تكرسه القنوات، وخاصة إذا كانوا هن أصحاب المحطات. اطفي تلفزيون ولك اطفي. ما بدك تطفي؟ ما بدك؟ بسيطة. فضل بابا ساويت لك القهوة. ايه ليش طفيت التلفزيون؟ والله ما دقرته، هو اللي طفاه بالريموت تبعه.